الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الفعالية الثانية من فعاليات الحملة الإعلامية السابعة لمشروع ركاز لتعزيز الأخلاق، والتي انطلقت تحت شعار بدلها سيئاتك بدلها حسنات. هذه الحملة التي تنطلق تباعا بعد حملات متكررة أطلقها مشروع ركاز لتعزيز الأخلاق، وهذه الفعاليات هي مجرد وسيلة من وسائل الحملة. فهناك وسيلة القصص المؤثرة للشباب والفتيات، وهناك أيضا الدليل الذي يصاحب كل حملة، فهناك دليل اسمه دليل بدلها ندعوكم للحصول عليه. أيضا هناك رابطة بدلها لكل من أراد أن يبدل ممارسة سلبية بممارسة إيجابية، فبإمكانه أن يحصل على هدية مقدمة من مشروع ركاز، هي عبارة عن عطر أسميناه عطر بدلها. فإلى كل من يريد أن يشارك معنا ويفرحنا بتغييره ممارسة سلبية بممارسة إيجابية، أن يعبئ الاستمارة الموجودة في الطاولات المنتشرة في أرجاء هذا السوق من خلال الإشارة إلى الممارسة التي غيرها، إن كان بدل التدخين مثلا بالسواك، أو بدل العقوق بالبر، أو بدل غير ذلك من الممارسات السلبية بممارسة إيجابية. اسمحوا لي أن أرحب في هذه الليلة بالدكتور محمد العريفي الذي سيأتي بعد دقائق، وكذلك الدكتور محمد العوضي المشرف العام على مشروع ركاز لتعزيز الأخلاق، الذي سنبدأ به في هذا اللقاء حول معنى الحملة، وهي حملة بدلها. فتفضل دكتورنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أيها الجمع الكريم، أخواني أخواتي، أحييكم بتحية الإسلام العظيمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا لها من كلمة جميلة محببة إلى النفوس مقربة إلى القلوب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية أهل الجنة وتحية المسلم وختم الصلاة وبداية كل خير ولقاء مسلم بأخيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن فقط نحتاج إلى أن نتأمل هذا الدين في أصوله وقواعده، من القرآن الكريم إلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في توجيهاته إلى سيرته العطرة. لو كنا فعلا من الذين يتأملون لخف علينا كثير من الوساوس التي تحاصرنا على مدار الساعة في هذه الدنيا المنفتحة زيادة عن اللازم التي غرقنا فيها. بدلها شعار جميل جدا، وجلس الإخوة شهور حتى اختاروا هذا الشعار، كلمة سهلة بسيطة قليلة التراكيب لكنها عظيمة المعنى، بسرعة الواحد يقبلها. بدلها، وعاد تعال شوف شنو هذا المعنى الكبير في بدلها. وخلوني أبدأ معاكم من هذا السوق، وجزى الله خيرا القائمين والمالكين لهذا السوق على إتاحتهم هذه الفرصة. بدلها بكل بساطة، العام الماضي كانت لنا محاضرة هنا، وكان الضيف، منو كان الضيف معنا؟ الدكتور خالد الجبير كان يجلس على اليمين. أمس كان الدكتور خالد الجبير في سوق شرق. انتهت المحاضرة ومضى الناس، اللي يتسوق، اللي يمشي، اللي يسلم، اللي ها يتقضى، اللي يتبضع. كان في فوق أحد المطاعم واقفة امرأة محجبة مع واحدة ثانية مبين كأن بنتها أيضا محجبة، مع واحدة ثالثة أم 14 13. بس تعرفون يا جماعة الهرمونات النسائية
والنمو النسائي أسرع من الولد في مرحلة البلوغ. لذلك كلمة صغيرة لا تحجبوا وصبروا عليها، وين التحجب؟ صارت مرأة، شوف الجسم وشوف العصر وعقول اللي عيالنا مساكين اللي كانوا يعرفون الناس في الجامعة الحين يعرفونه بالابتدائي، هذا على أيام زمان. واقفين عند المطعم، كانت في مدرسة رياضيات من قريباتنا في هذا المجمع، هي تروي للقصة مع بنتها، تقول المدرسة، وهذا كتبته حتى مقال، تقول المدرسة أنا واقفة أشوف الأم وبنتها الثانية واقفين وجبة سريعة مش عارف طالبين طلب في المطعم، واقفة هذه أم 14 أو 13 ممتلئة، لابسة قصير زيادة عن اللازم، لابسة قط، اللبس رص هرص، واقفين مجموعة شباب أيضا من نفس العمر وأصغر، وقاعدين يقطون كلمات كلمة ورا كلمة، ونغزة ورا نغزة، وكلمات وسخة ومسموعة والناس تسمع. تقول المدرسة ما قدرت أصبر، ضايقت، حرام اللي قاعد يصير. فرحت لها فقلت لها، قلت حق الكبيرة، يا أختي عفوا هذه بنتك؟ كانت نطة هي قبل لا تجيب الأم، إيه نعم نعم أنا بنيتها، أنا بنتها، إيه تبين؟ قلت لها يا بنيتي شبي؟ حرام عليك، أنت راضية بهذا الشيء؟ ما تسمعين الشباب والكلام القذر اللي قاعد يقولون عليك وهم بعيدين عنك مترين وقاعدين يصورون؟ لهذه الدرجة لحمك رخيص؟ ليش تكونين كذي سلعة؟ ليش تكونين محط سخرية ونهب لشهوات العيون الجامحة التي لا يشبعها شيء في عصر اللذة والجنس والشهوات والفضاء المفتوح والانترنت والأغاني والفيديو كليب والزفت اللي قاعد يغرقون فيه الناس؟ ليش؟ كانت تقول لها أمها، شفتي؟ قلنا لك لبسي زين وتعالي السوق، قلنا لك عيب. وفعلا انكمشت وقالت لها أختها، زين تسوي فيك؟ أنا سألت المدرسة الرياضيات قريبتنا، قلت لها ما توقعتي أن ترد عليك كلام قاسي؟ ما توقعتي انها تقسو عليك؟ طول لسانها، اللسان يخوف. قالت لا، وحتى لو متوقعه انا لما رحت لها، رحت لها داعيه، وبعدين قالت لا انا قبل لا انصحها دعيت ربي، قلت يا رب خل كلامي برد وسلام على قلبها. هذه النيه الطيبه، ان الروح لا بنيه التبكيت او الانتقام او التشهير أو التعيير، لا، الروح بنية من يتحرق على أهل المعاصي، بنية الغيرة، الغيرة الإيمانية، الغيرة التي قال فيها سعد بن أبي عبادة، يا رسول الله أرأيت لو أني رأيت رجلا مع امرأتي فإني سأضربه بالسيف غير مصفح، يعني ما طقه بالسيف بالعرض الشكل، لا بالحد قطعة. فقال عليه الصلاة والسلام، أتعجبون من غيرة سعد؟ والله أنا أغير منه، والله أغير مني. هذه المرأة التي نصحت كانت الغيرة في قلبها من أجل دينها ومن أجلها المسلمة المسكينة المغيبة عن الوعي اللي يتلاعب فيها الشيطان كما يتلاعب الصبيان بالكرة. هذه الغيرة التي نريدها، واللي فيها الآيات والأحاديث كثيرة، حتى ابن القيم يجيب رواية في بني إسرائيل يستأنس بها وتوافق مقاصد الشريعة، من أن الله تبارك وتعالى أمر ملكا أن يخسف بقرية، فقال الملك يا رب، الملك يقول يا رب فيها فلان من العباد الصالحين، فقال الله تعالى له به فابدأ، فإنه رأى المنكر فلم يتمعر يوما وجهه من أجلي. عابد صالح سلبي منزوي ما له علاقة بالتغيير الاجتماعي، ولا من الذين يخالطون الناس ويصبرون على أذاهم وهم أفضل الناس كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لازم نغار، لازم نحزن على مجتمعنا، نحمل هم وقلوب تحاكي وتسير على خطى الأنبياء عليهم السلام، كلهم كانوا يبكون على أقوامهم. كنت مع أخوكم بحسين بداية الصيف توه، وإحنا طالعين من منطقة الروضة ومبتلين على بيوتنا خالصين، ما أدري من طالعين أبو علي، ولا تلفون أرجوك رد، والله المسألة حياة الموت، أتوسل أرجو، يعني رجاءات. وفي بعض الناس سوى رجاءات بعدين ماكو شيء، وأنت أحيانا تحتاج تركز شوي. فقال لي أبو حسين حرام عليك، رد عليه، نعم السلام عليكم، عليكم السلام،
قال يا أخي محمد، يا أخي محمد أرجوك، ما بيموت الموتة، ما بيموت الموتة، أتعس موتة. ويبكي الرجل ويتكلم بي يشهق خير. قال يا شيخ أنا ألعب نادي رياضي، وانت تعرفني، وتوصلت لي مرة عند وزارة الدفاع من وزارة الداخلية بواسطة تذكر، وانت وانت شاب، شاب عشريني تو مخلص الثانوية بتستقبل الحياة. ورحت فحصت لأني حسيت بإرهاق، فحصوا دمي، قالوا نسبة المناعة عندك منهارة، 10% عندك مناعة، لو تجيك الآن انفلونزا تقتلك، شو مسوي أنت؟ أكيد مصاب بالإيدز، أخذ دمك وقعد. أحدهم توسط له طلع ما بيحجزونه، راح قاعد يكلمني يرجف، يا شيخ ما بيموت وأنا عارف وضعه الاجتماعي، وعارف أنه هو يعني محور في البيت لأن البيت مسكين. تكفى أرجوك، ويبكي وش أسوي ومتورط. قلت له شوف يا ولدي، ترى من الهم التفكير في الهم الزايد، لا تنهار، احزن صح، توب صح، اندم لأنها الندم عبادة وتوبة، لكن الحين تروح البيت تغتسل، تتوضأ، تفرش سجادتك، تصلي لله سبحانه وتعالى صلاة التوبة، وتدعو رب العالمين أن يغفر لك ذنوبك، وتلزم الاستغفار، فمن لزم الاستغفار فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. الزم الاستغفار واطلب من ربك، وروح حق امك قول لها يا يما، وحيد امه، يما ترى انا ورطان، ورطه كبيره، اذا ما دعيت ابين لها انك كيف محتاجها، وخلها تقيم الليل من اجلك. والله يا اخوان اتصلوا بحق علي، قال الحمد لله، اتصل ثاني يوم الظهر، راح سوى التحليل الثاني، قال انت عملت ايه؟ ده المناعه ارتفعت 90%، والحمد لله، ده حاجه نادره. وبدأ يكلم الدكتور، متصل فيني، وحتى سبحان الله شفته على باب عرس قبل شهر شهرين، وما قلت حتى أبو حسين إن هذا هو الشاب. إحنا نحتاج يا جماعة من يذكرنا، نحتاج من يأخذ بأيدينا، نحتاج من يمسكني. يعني مصطفى صادق الرافع يقول المودة القوية تتحمل العتاب. كاميرا حاضر. يقول المودة القوية، شوف الكلام، المودة القوية تتحمل العتاب والمساءلة لتثبت أنها قوية. اللي يجيك يقول لك اسمع يا محمد، ترى أنت كنت مخرف وقاعد تقول كلام فارغ، وكنت إنسان يعني جدا كذا وكذا في المجلس الفلاني، تدري من كان مجلس، تدري من فهمك غلط، تدري أنك قلت كلام مو في موقعه، تدري أن في واحد محسوب على السفارة الفلانية وإن كان عربي والظاهر ينقل معلومات وقاعد تخرب بيوت اللجان الخير. هذا يفيدني أكثر من اللي يصفق لي. الإمام ابن الجوزي يقول يا أمير المؤمنين في مواعظه، أن تكلمت خفت منك، وإن سكت خفت عليك. أنت كلمنا نخاف، يا تزعل، يا تخادم خاطرك، يا بعيد، يا وإن سكت أنت كاسر خاطري، حرام أسكت على غلط وحسك أنك محب لك ومخلص. ولكني يا أمير المؤمنين أقدم الخوف عليك على الخوف منك. يا أمير المؤمنين أعلم أن من قال لك اتق الله خير لك ممن قال لك أنتم أهل دار متقين. أي جاملك ويطبطب عليك ويعطيك الكلمات، كل من ممكن يعطيك كلمات زينة في هذه الحملة؟ احنا مجرد مقدمة وتمهيد للضيف اللي جاء من بعيد، ومن أجل أن يفيدنا في قضية بدلها. لا تستصعبون التبديل، لا تستثقلون مهما جرت الذنوب علينا ونحن بشر. التبديل، اتصلت فيني واحدة قبل شهر، كان في حلقة معادة على قناة اقرأ، كما يقول أستاذنا الدكتور إبراهيم الخليفي، محمد تقول الكلمة ما تدري عنها، جدد النية. هتمسكك واحدة في الحديقة تقول لك بارك الله فيك يا أبو عبد الله، مو هو اللي تسبب في رجوعنا بعد الطلاق كاد يكون بائنا منفصلا وعيالنا شكبرهم؟ قال كلمة بالإذاعة سمعناها، خطة عمل كيف يصير الصلح ويرخي طرف عن الطرف الآخر وما يجعلها قضية مباراة وتحدي وتكسير رؤوس، وعطانا مبدأ تربوي رجعنا. تقول الأخت أنا كنت يائسة وعلى أبواب منكر كبير، لكن لما سمعت قلت لأي شيء سمعتي، عرفت القصة. لأن لما سمعت قصة أيوب السختياني اللي ذكرتها، وأيوب السختياني من أبرز تلامذة الإمام الحسن البصري التابع الكبير، قال مرت علي جنازة رجل من أهل الكبائر مجاهر، فدخلت دهليزا تحاشي الصلاة عليه، ما يستاهل واحد يصلي عليه، هذا كبائر ومجاهر بعد صلي عليه ايش حقه؟ خليه يقول لي. يقول دخلت دهليز حتى ما يشوفون الناس، لأننا أحيانا نخضع للاعتبارات الاجتماعية ونزولا عند الضغط.
شبكة هذه العلاقات والمدارات. فمرت الجنازة وصلوا عليها، فلما صار الليل، الله أعطاه درس بالرؤية، فلما صار الليل أو جاء الليل قلت له رأيت في المنام، قلت له يا فلان ما صنع الله بك؟ قال غفر لي ذنبي وقال لي قل لأيوب السختياني قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الحمد لله الرحمة مو بيدك، أنت مستبخل علي توقف وتقول اللهم ارحمه، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من ذنوبه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا أنت خسران ليش؟ يا أخي الرحمة بيد الله عز وجل مو بيدي ولا بيدك. الناس يحتاجون، والتبديل مهارة يعطونها فيها دورات، شلون تبدل العادات السيئة بالعادات الإيجابية، ويجيبون الأمريكان واليهود يسوون دورات. اقرأ كتاب الله عز وجل بيقين، والزم الاستغفار، وتأمل سيرة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. لا تحتاج هذه الدورات إلا فيما هو تقني وعملي. إخواني أكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس مجالس عبادة وطاعة وذكر وتحفنا الملائكة. وأوجه الميكروفون إلى أخواني الأخ علي حتى يقدم الشيخ الدكتور العريفي إن شاء الله. نشكر الدكتور محمد العوضي على هذه المقدمة، ونرحب مرة أخرى بالدكتور محمد العريفي الذي يشاركنا في هذه الحملة الإعلامية السابعة وللمرة الثالثة مع مشروع ركاز لتعزيز الأخلاق وفي حملة بدلها. نترك الميكروفون الآن للدكتور الفاضل ونشكره على مشاركته معنا. نكمل وقت الإدمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. وفي الحقيقة أني مجيئي من الرياض كله لأجلكم أنتم ولأجل هذا المجلس، وكل ما تبع ذلك من برامج أخرى هو تبع لكم، وإلا فأنتم الأصل وأنتم تستحقون حقيقة بهذا النشاط الرائع الذي أرى، وهذا الإنجازات المتقدمة التي كلما أتينا رأينا أنه لله الحمد تزداد حسنا وجمالا ويزداد إقبال الإخوة والأخوات. تستحقون والله من يترك أعماله وأن يأتي لأجلكم، فأسأل الله لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. وأنا أجزم أن نجاح مثل هذه الأفكار التي يقوم عليها الإخوة كريكاز وغيرها من البرامج الإصلاحية والتوعية في المجتمع ليست بقوة الأنوار ولا الميكروفونات ولا بجمال المكان، إنما نجاحه بعد توفيق الله تعالى بحضوركم أنتم. فإذا جاء الإنسان ورأى أن إخوانه وأخواته يعني يحضرون ويشاركون ويشجعونه على أن يأتي وأن يتكلم، وهناك أيضا نتائج لهذا الكلام الذي يتكلم به، بلا شك أنه يتشجع أكثر لأجل أن يتكلم مع إخوانه. سأتكلم حقيقة في نصف ساعة حول بعض المواقف والذكريات التي رأيتها والتي أثرت فيه تأثيرا عظيما، لكني أقدم قبل ذلك بمقدمة. يقول العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، يقول كنا جلوسا يوما مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال فمرت بنا سحابة، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم علينا قال ما تسمون هذا؟ قلنا السحاب. قال والمزن؟ قلنا والمزن. قال والغمام؟ قلنا والغمام. فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام. ثم قال أتدرون كم بين السماء الأولى والتي فوقها؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الثانية والتي فوقها؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء، سماكة كل سماء مسيرة 500 عام. قال وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام، وفوق البحر العرش ولا يقدر قدره إلا الله، وفوق العرش رب العالمين ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم.
برغم هذا العلو والعظمة والارتفاع العظيم، قال: ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وفي حديث آخر في السنن يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء، يعني ثقلت السماء، وحق لها أن تأط، يعني أن تثقل، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله عز وجل ساجدا. وفي حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة منذ أن خلقوا إلى أن ينفخ في الصور وهم قائمون يصلون، وإن لله ملائكة منذ أن خلقوا إلى أن ينفخ في الصور وهم راكعون، وإن لله ملائكة منذ أن خلقوا إلى أن ينفخ في الصور وهم ساجدون. قال: فإذا نفخ في الصور يوم القيامة ورفعوا رؤوسهم ونظروا إلى وجه الجبار جل جلاله، قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، واقرأ إن شئت: والصافات صفا. والصافات صفا، ملائكة صافون ليس لهم أي وظيفة من خلقهم إلا أن يتعبدوا لله عز وجل ويسجدون ويركعون. لذلك قال سبحانه وتعالى عن العباد عني وعنك، قال: فإن استكبروا، إذا نحن استكبرنا عن العبادة وتقاعسنا، فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال عز وجل في الآية الأخرى: فإن استكبروا، يعني إن استكبر الناس عن العبادة، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام مع بيانه عظمة الله عز وجل يبين لنا جميعا أن الله تعالى مع هذه العظمة إلا أن الله عز وجل أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض فلاه. تخيل رجلا في البر مسافر على راحلته على ناقته أو بعيره، قد جعل جميع الطعام وجميع الماء على هذا البعير، كل مقومات حياته على هذا البعير. نزل الرجل يرتاح، انطلق البعير وغاب عنه، حاول أن يجد البعير يمينا يسارا لم يستطع، الطعام والشراب وجميع الأمور كلها على هذا البعير. فاتكأ على نخلة، على شجرة، اتكأ على شجرة ينتظر الموت. قال صلى الله عليه وسلم: فبينما هو على ذلك إذ استيقظ، فإذا ناقته، إذا راحلته، دابته عند رأسه، وقد علق خطامها ببعض أغصان الشجرة، بمعنى أنه حتى لو قام وأرادت الراحلة أن تهرب لن تستطيع، لأن خطامها مربوط جاهزة عنده بين يديه. الرجل لما رأى الناقة، لما رأى الراحلة بين يديه والخطام مربوطا، من شدة فرحه أراد أن يشكر الله، فماذا قال؟ قال: اللهم أنت، يريد أن يقول أنت ربي أشكرك، أنت خالقي، فأخطأ من شدة الفرح. قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فالله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من فرح هذا الرجل بناقته، من فرحه براحلته. وفي حديث ابن عباس يقول: كان رجل من بني إسرائيل، كان هذا الرجل عابدا زاهدا صالحا تقيا نقيا، وعنده أخ عاصي، وكان هذا الرجل كلما مر بأخيه يقول: يا فلان اتق الله، ويقول: مالك شغل، مالك دخل، اتركني أنا وربي نتفاهم. طيب حرام عليك، ما يجوز أنك تفعل كذا، يا أخي اتركني، مالك شغل، مالك دخل. فغضب عليه يوم من الأيام هذا الناصح، وهو يرى نفسه ما بين صلاة وقيام وصيام وعبادة، وهذا الرجل ما بين فسق وفجور. فغضب عليه يوما وقال: والله لا يغفر الله لك، والله ما يغفر لك الله، أنك في النار، والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ من هذا اللي يتحكم فيني؟ الذي يتحكم أغفر لهذا ولا أغفر للثاني؟ أنت رب علي؟ أنت تتحكم فيني؟ أنت حاكم علي؟ أنا اللي أحدد أغفر لمن وأترك من؟ من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول ابن عباس: هذا الرجل العابد قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. وذكروا كذلك أن موسى عليه السلام انقطع القطر عند قومه زمنا فكادوا أن يهلكوا من شدة الجوع والعطش، ما في قطر، ما في زرع، والدواب ستهلك والناس يهلكون، ما في مطر.
فخرج موسى 40,000 من بني إسرائيل يستسقون. فلما وقف موسى ببني إسرائيل وأخذ يدعو الله: اللهم اسقنا اللهم اسقنا، لم تزد السماء إلا تجهما ولا الشمس إلا حرارة. وموسى تعود من ربه عز وجل أن يدعوه فيستجيب، كما قال لما دعا فقال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله في الآية التي بعدها مباشرة: قد أجيبت دعوتكما. فموسى متعود أصلا، ومثل ما دعا: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، قال الله: قد أوتيت سؤلك يا موسى. موسى متعود أن الله يستجيب، ومع ذلك الأمر الآن ما في أي بوادر للإجابة. فأوحى الله تعالى إليه قال: يا موسى يا موسى، كيف أسقيكم وفيكم رجل يبارزني بالمعاصي منذ 20 سنة؟ يا موسى أمر هذا الرجل يخرج من بينكم، أنا عاقبتكم بسببه. وفعلا ترى يا جماعة، شؤم المعصية لا يصيب الرجل وحده، أحيانا قد يصيب من حوله. لذلك لما سئل الإمام مجاهد المفسر من كبار تلاميذ ابن عباس، قيل له: ما معنى قوله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون؟ هل اللاعنون يعني الإنسان يلعن العصاة؟ من المقصود يلعنهم اللاعنون؟ قال: تلك دواب الأرض، حشرات النمل والصراصير دواب الأرض، إذا كثرت المعاصي من بني آدم وانقطع القطر من السماء عقوبة لهم، انقطع القطر فتضررت، فيلعنون أولئك الدواب، تلعن العصاة من بني آدم. لذلك قال عز وجل: يلعنهم اللاعنون. هذا من شؤم المعصية على صاحبها. فقال الله تعالى لموسى: يا موسى كيف أسقيكم وفيكم رجل يبارزني بالمعاصي منذ 20 سنة؟ مره فليخرج من بينكم فإنكم به منعتم. صاح موسى بقومه قال: يا قوم، إن فيكم رجلا عاصيا، نحن سنموت من الجوع والعطش، بالله علي أن يخرج الآن من بيننا حتى لا تصيبنا اللعنة بسببه. فذاك الرجل العاصي خفض رأسه وجعل جبهته على ركبتيه وبكى وقال: اللهم الآن، اللهم وأن تعصيني 20 سنة. قال: اللهم يا ربي، توك تعرفني ربك؟ وأنت طالما سمعت الأذان للصلاة ولا اهتميت، طالما سمعت هذا حرام وهذا حلال ولا اعتبرت ولا التزمت ولا التفت، توك تذكرني يا عبدي؟ جعل يقول: اللهم اللهم، ويبكي: اللهم إني كنت أعصيك 20 سنة وتسترني تسترني، اللهم فلا تفضحني اليوم في بني إسرائيل، في قومي، لا تفضحني اليوم في قومي. وموسى ينتظر وينادي: يا أيها العبد العاصي يا أيها العبد العاصي، ولم يتحرك. ففي هذه الأثناء أبرقت السماء ورعدت ثم أمطرت. فقال موسى: يا ربي، كيف أسقيتنا ولم يخرج من بيننا أحد؟ فقال الله تعالى: إن الذي به منعتكم هو الذي به أسقيتكم. استغفر وتاب. قال موسى: يا ربي أرني هذا العبد حتى أراه، هالرجل اللي بدعوات وبكاء استجبت له، يا ربي أرني هذا العبد حتى أراه. فقال الله تعالى: يا موسى لم أفضحه وهو يعصيني، أفضحه بعد أن أطاعني. إذن يا أحبابي، نحن نتعامل مع رب ما بينه وبيننا عداوات، والله ما في أحد أحلم من رب العالمين. يكفيك يا أخي أنه يبدلها، أنه يبدل سيئاتك حسنات. أنت الآن لما تخطئ إلى إنسان، قصارى الفضل إذا تفضل عليك أنه يقول سامحتك. رب العالمين ليس فقط سامحتك، لا، كما قال عز وجل لما ذكر العصاة، قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك. ما هو؟ ماذا تفعل يا ربي؟ تغفر الذي مضى؟ لا، ليس فقط يغفر الذي مضى، فضل الله أوسع. فأولئك، ها أولئك يا ربي، ماذا تفعل بهم؟
تعذبهم تعاقبهم تغفر لهم فقط. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. غفور لسيئاتهم ويرحمهم ويستجيب لهم غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يقول بعض السلف يقول والله لو خيرني رب العالمين يوم القيامة من تريد أن يحاسبك، أحاسبك أنا أم تحاسبك أمك؟ لقلت يا ربي لا، بل حاسبني أنت، لأني على يقين أنك أنت بي أرحم بي من أمي. ذلك تجد سبحان الله يعني مثل ما ذكر الشيخ في الآية، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لو جعل الله تعالى العقوبة على الناس لما رأيت أحدا من الناس يغفر لك إلا ما ندر، لكن رب العالمين فضله واسع، يعصي الإنسان ويتوب ويستغفر. أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل رجل قد كبرت سنه ورق عظمه وحدودب ظهره وربما اقتربت منيته، أقبل وهو يتوكأ على عصا. يقول الراوي وله غديرتان، رجل شايب كبير وله غديرتان في رأسه، يعني له جديرتان من الشعر. أقبل حتى وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أرأيت رجلا قد عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا. رجل عمره 70 سنة 80 سنة في الذنوب، قال أرأيت رجلا قد عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو إلى ذلك ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، يعني ما ترك معصية يمين ولا يسار إلا فعلها. لو قسمت خطيئته على أمة لوسعتهم. ثم قال يا رسول الله فهل لذلك من توبة؟ فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه، فإذا رجل فعلا قد أرهقته المعاصي، رجل الآن دخل في الإسلام لكن فعل أفاعيل، فقال صلى الله عليه وسلم له هل أسلمت؟ قال نعم. قال يغفر الله لك. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ قال وغدراتك وفجراتك. فولاه الرجل ظهره وجعل يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يقول راوي الحديث فوالله ما زلنا نسمع تكبيره حتى غاب عنا. يا أخي أنت لما تعلم والله أنك تتعامل مع رب كريم ورحيم وغفور وأنه يبدلها، ليس فقط المسألة يعني أنه يغفر لك ما سبق، لا، يبدل سيئاتك حسنات. يا أخي ما دام أن الله تعالى على هالحال أنت اليوم ليش ما تبدلها؟ يعني ما دام أنك تعلم أن الله تعالى رحيم أنت أيضا ليش ما ترحم نفسك؟ الله كريم ليش أنت ما تتكرم على نفسك؟ يا أحبابي يا إخوة وأخوات، رب العالمين مثل ما تعامله يعاملك. إذا أنت تحبه اعلم أنه يحبك، إذا أنت لا تستجيب له اعلم أنه قد لا يستجيب لك. يقول الله تعالى فاذكروني، طيب وإذا ذكرناك يا ربي ماذا تفعل بنا؟ أذكركم. وقال سبحانه إنهم يكيدون كيدا، ثم قال وأكيد كيدا، وقال ومكروا مكرا. طيب لما مكروا أنت ماذا فعلت يا ربي؟ ومكرنا مكرا. وقال نسوا الله، طيب لما نسوك ماذا فعلت بهم؟ فنسيهم. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله. طيب وإذا استجبنا لك يا ربي ادعوني أستجب لكم. إذن أنت مثل ما تعامل رب العالمين، رب العالمين يتعامل معك، إلا أن الله تعالى أرحم بك وأغفر وأكثر تجاوزا عن سيئاتك. ألقيت مرة محاضرة في إحدى المناطق في السعودية، فخرجت أقبل إلي شاب يعني عمره جاوز 30 لكن يعني مع نحالة جسمه وكذا كنت أظن أصغر من ذلك. سلم علي قال يا شيخ أنا أريدك الموضوع، ركب معي في السيارة وكنت أظن أن الموضوع بيأخذ له يعني 2-3 دقائق لفة بس، فكمل قرابة 30 دقيقة. قلت ماذا عندك؟ قال يا شيخ أول شيء أنا بعطيك قصتي. قلت ما هي؟ انظر سبحان الله إلى رحمة الله تعالى وسعة يعني تجاوزه عن عباده.
إضافة إلى قدرة الإنسان على أن يتخذ قرار شجاع أيضا بتغيير نفسه بتبديل، يعني بدل وقت صلاتك، بدل ما هو الساعة 9 الضحى خليها الساعة 4 الفجر. يا أخي بدل كلامك، بدل ما هو كلام محرم خلي كلام الحسن، لأجل أن يبدل الله سيئاتك حسنات. بدل ما تنظر إليه عينك، بدل ما تسمع إليه أذنك. أنت بدلي عباءتك إذا كانت متبرجة، بدلي نوع حجابك إذا كان متبرجا، بدل صداقاتك إذا كانت صداقاتك سيئة بدلها إلى الخير. ليست القضية فقط أنك ترجو الله يبدل سيئاتك حسنات، أنت أيضا بدل أعمالك، بدلها، اتخذ القرار والله عز وجل يبدل لك. المهم هذا الشاب ركب معي، قال يا شيخ أنا لما، طبعا الكلام قبل قرابة 8 سنوات 9 سنوات، قال يا شيخ أنا تخرجت من الثانوي وقدمت على الشركة الفلانية فابتعثوني إلى أمريكا للدراسة 4 سنوات. طبعا هو ما أكمل في الدراسة 4 سنوات، لكن هم كان العقد بينه وبينهم 4 سنوات. تلك الأيام ما كان الابتعاث منتشر عندنا، يعني حتى يمكن ما فتح الباب يعني بقوة إلا خلال السنتين الماضيات. أما قبل تلك السنوات التي يذكر يعني ما كان في ذاك الابتعاث الكثير. طبعا هو قصته التي يذكرها ليست هو قالها لي من 8 سنوات، لكن ابتعاثه قبلها بقرابة 10 سنوات أو 15 سنة. يقول خرجت من الثانوي وذهبت إلى هناك، أول مرة الرجل يذهب إلى أمريكا ويرى هذا يعني المجتمع المنفتح. بدأ يدرس أول 2 3 شهور، ثم وقع في الخمور والمسكرات، ثم بعدين صارت ما توفي مع خمور ومسكرات، بدأ الرجل يتعاطى الحشيش وبعض المخدرات. يقول مات بين يدي 2 من زملائي، يقول اجتمعنا حنا مجموعة من طلبة الخليجيين، يقول فكنا نجلس مع بعض ونسكر مع بعض ونتعاطى المروانة وإلى آخره. يقول بعد يا شيخ وقوعنا في كل فجور يمر على رأسك وقعنا فيه نريد السعادة ما وجدناها، يقول بدأنا نمل. فجلست مع الشباب الذين معي بعد قرابة 2 سنة من المعاصي المتتابعة، قلت يا شباب أنا مليت. قالوا والله حنا ملينا أيضا. قلت لا بد لنا من دين، نبغى دين يا أخي، ملينا كذا بدون دين نبغى دين، إيش رأيكم؟ يقول بدأنا نستعرض الأديان، فقلنا الإسلام لا والله صعب نرجع الإسلام، قم صل ولا تزني لا تشرب خمر صعب، إيش رأيكم نصير نصارى؟ قالوا قدام نصارى نصارى. يقولوا ننزل الكنيسة اللي تحت، حنا قرابة 4 5، قلنا أنا محنا نبغى نصير نصارى. قالوا يا مرحبا نصارى نصارى. يقول والله يا شيخ ونتنصر ونعلق الصليب وأبدأ أروح للكنيسة كل أحد، وشاب يعني سعودي ومن يعني ومن العوائل المعروفة، يقولوا أبدأ أروح كل أحد و7 سنوات يا شيخ وأنا نصراني. يقول لين مليت من النصرانية وصرت أروح الكنيسة يوم الأحد الصبح لما يكون في طالبات المدارس الثانوية عندهم زيارات في الكنيسة، أروح وأتعرف عليهم وأجيبهم عندي في الشقة وأعطيهم مخدرات وأجيب الشباب. يقول فبدأت أخرب النصارى، فمسكني القسيس قال يا أخي بالله ما لك نية ترتد، أنت صرت نصراني وجبت لنا مشاكل، يا أخي عود لدينك الأول ولا فكنا وطردوني من الكنيسة. يقول فمليت وبدأت أقرأ في بعض الكتب اللي تكلم عن الأديان، فأعجبني دين عبدة الشيطان. هذا من ذيك الأيام قبل لا يصير لهم صولة وجولة ووجود. يقول فصرت من عبدة الشيطان. قلت له كيف يا فلان من عبدة الشيطان كيف؟ قال يا شيخ استغفر الله خلها مستورة. لا قلت بالله عليك علمني كيف. قال أتوجه للنجم الفلاني وأسجد، وأتوجه لجهة مطلع الشمس ومغربها عند الطلوع وعند الغروب لأنها تطلع بين قرني شيطان. يقول وأسجد ناويا الشيطان. شوف الوقت النهي الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه هو يسجد في هذا الوقت. يقول وأقول كلمات فيها تعظيم للشيطان. قلت مثل ماذا؟ فذكر لي بعض الجمل الكفرية اللي فيها تعظيم للشيطان، والله ما استطعت أن يكمل. قلت بالله عليك يكفي، الله يجزاك خير يكفي خلاص لا تكمل. يقول وجلست 2 سنة أعبد الشيطان. يقول في خلال هذه الفترة رجعت طبعا إلى السعودية، ولأنه بغى يموت من الجوع هناك ما في أحد يطعمه والبعثة وقفت عنه. يقول وعند أهلي يعني أنا كافر أنا يهودي أنا نصراني ما أحد يلتفت إلي. يقول والله يا شيخ كأني دابة من الدواب في البيت ما أحد يلتفت لي، وأنا ليس عندي إكرام لأي نوع من أنواع القيم، لا دينية ولا اجتماعية ولا ما عندي أي اعتبار لغيري. يقول ثم بدأ لي أنا أتعلم السحر، فذهبت إلى البلد الفلاني وسمى لي أحد البلدان وجلست فيه 2 شهر عند أحد السحرة وتعلمت السحر ورجعت.
يقول كل شيء يمر على بالك جربته لأجل أني أنبسط وأسعد، لكن دائما ضيق داخل نفسي. مثل ما قال ابن القيم عن بعض اللي يفعل معصية يقول: والله لو شاهدتها تيك الصدور رأيتها كمراجل النيران، ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان، كدحا وكدا لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان. يقول تراهم أحيانا سعداء وهم على غير ذلك. يقول علمهم أني مليت من هذا كله حتى اجتمعت مع زملائي قبيل رمضان، قلت يا شباب احنا ملينا من كل شيء، قالوا والله ملينا. قلت طيب ما رأيكم ان ننتحر؟ قالوا ننتحر. ننتحر كيف ننتحر؟ قلت لهم طيب ايش رأيكم نتعاطى كل جرعة زايدة ونموت مخدرات يعني؟ قالوا لا صعبة، بعدين اذا حللونا وجدوا ان متنا بمخدرات نفشل اهلنا، صعبة يعني، ما همهم ربي فهمهم القبيلة بس نفشل أهلنا. قلت طيب أجل إيش رأيكم؟ يقول اتفقنا بعدين أن نركب في سيارة ونسرع ونمسك خط سريع وبعدين ننقلب ونموت، فكرة كده جاءتهم وهم سكارة الظاهر ذاك اليوم. يقول فاتفقنا أن في 4 رمضان في المكان الفلاني بالسيارة الفلانية فعلا نفعل ذلك. يقول ففي 1 رمضان جاء واحد من الشيبان يفطر عند الوالد، أو في 2 رمضان جاء يفطر عند الوالد. يقول طبعا أبوي لا يلتفت إلي أصلا على اعتبار أني دابة من الدواب في البيت، لا يلتفت إلي أبدا. يقول جو يأكلون وجئت أنا ودخلت المجلس ما سلمت ولا وجلس أكل سمبوسة وشوربة على المغرب، أنا أصلا ما صمت لكن لأن ما في غدا ولا فطور ذاك اليوم في البيت فأنا مضطر أكل الآن. يقول فأبي خلص من فطوره وقام وتوضأ وراح المسجد، أنا قاعد آكل الشايب انتهى وقام وغسل ورجع لي قال يا فلان أنت ما بتصلي؟ قلت وش أصلي؟ رح بس صل رح وبدأت آكل. قال قم صل. قلت أنا يهودي، أنا نصراني، أنا ساحر، أنا أعبد إبليس، روح بس. قال حتى لو تعبد إبليس قم صل. قلت يا أخي فكني من شرك يا الشايب، أنت شو بلالي فيك؟ أنا كافر، أنا كافر، وش تبغى؟ قال حتى لو كافر قم صل. إنا لله. الشايب ذا وش ماسك معه اليوم؟ أقول لك أنا ما أصلي، أنا كافر، أنا أعبد إبليس، أقول لك روح. قال قم صل. يقول والله وينشب لي نشبة، يا ابن الناس فكنا منك، يا ابن الناس لا تخلينا أقل أدبي عليك، يا ابن الناس شوف أبوي طالع ولا قال لي شيء، خلك عاقل وأطلع قم صل. يقول ولا يردد إلا كلمة قم صل قم صل. قلت أنا علي 20 جنابة، أنا ما أعرف أتوضأ. قال حتى لو قم صل. كيف أصلي وأنا جنابة وأنا ما أغتسل؟ قال قم صل حتى لو أنك جنب قم صل. يقول والله وينشب لي نشبة، لحد ما قمت معه وأنا في بالي بركع ركعة إذا سجدوا بأطلع أفتك منه. يقول فأخذني ودخلني المسجد، كبرت ويقسم لي بالله يا جماعة أنه لا يحفظ سورة الفاتحة. يقول صار لي 14-15 سنة يا شيخ ما بين سحر وكفر وعبادة شيطان، حتى الفاتحة ما أحفظها. قلت له أنا بالله عليك ولا تمزح؟ قال أقسم لك بالله أني ما أحفظ الفاتحة فعلا، أني لا أحفظها، لا أحفظها، ما أدري وشي. يقول واجي وأحط يديني كذا معهم. يقول فبدأ الإمام يقرأ وأنا أنتظر بس السجدة وأطلع. فبدأ الإمام يقرأ قوله تعالى في أواخر سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول فوالله كأنما ضرب قلبي بصوت، جعلت أنتفض وأنا أصلي، فعلا الله ما خلقنا عبثا، الله ما خلقنا يتسلى علينا، ما خلقنا كذا تركنا هملة، اللي يبغى يرقد يرقد، اللي يبغى يزني يزني، اللي يبغى يشرب خمر يشرب، البس العباية اللي تبغين، البس النوع اللباس اللي تبغى، تحلق لحيتك، تطول ثوبك، كل واحد يسوي اللي يبي. لا مسألة ما هي بعبث، ما هو بالمسألة تسلية عند رب العالمين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لا ما هو بيلعب رب العالمين، ما خلقناهما إلا بالحق، مسألة حق وصدق ويقين.
يقول بدأ يقرأ: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول بدأت أنتفض وأنا أصلي: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يقول فاشتد انتفاضي وبديت أشهك بصوت عالي. وسبحان الله، وقد يكون عند تلبس جن أيضا، ما هي بعيدة، قد يكون مع عبادة الشيطان ومع البقاء وقت طويل بالجنابة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا تقربهم الملائكة، وذكر منهم الجنب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني أصابته جنابة قبل أن ينام وأراد أن ينام، إما يغتسل وإما يتوضأ يخفف الجنابة على الأقل، إما يتوضأ لا ينام وهو جنب. فقد يكون، أنا لا أستبعد أن يكون متلبسا بالجن أيضا. يقول فقرأ الآية التي بعدها: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يقول فاشتد انتفاضي، ثم جاء بالتي بعدها: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. ماذا تفعل به يا ربي؟ فإنما حسابه عند ربه. يوم القيامة نتفاهم معه، نوريه الشغل. ممكن في الدنيا ما سوي بالشيء، لكن حسابه عندنا، نتفاهم معه قدام. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم. اغفر وارحم وأنا كفرت بك؟ نعم اغفر وارحم، ممكن أرحمك. تغفر وترحمني وأنا الساحر؟ ممكن أغفر لك وأرحمك إذا تبت لي. تغفر لي وترحمني وأنا ارتكبت فواحش وسويت وفعلت؟ أغفر لك وأرحمك. نعم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أنا ما بيني وبينك عداوة شخصية يا عبدي، أنا عندي أنظمة معينة وقوانين معينة وسنن ربانية أمشي عليها يا عبدي واغفر لك. مسألة ما بيني وبينك عداوة، الله تعالى ما بيني وبين نثار، ما هو زي واحد أنت جئت تقاتلت أنت وياه ولا تضاربت أنت وياه وصار بينك وبينه وقفة نفسه تار. رب العالمين رحمة واسعة. فيقول في الآية الأخيرة: وقل ربي، أنت أطلبني بس، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يقول فصرخت بأعلى صوتي ووقعت على الأرض. قطع الصلاة واحد أو اثنان وحملوه إلى البيت وغسلوه بالماء وقروا عليه وصحى. يقول من بعدها ولله الحمد يا شيخ ما تركت الصلاة ولا العبادة إلى يومي هذا. أنا رأيته في 7 شوال، يعني بعد رمضان 7 أيام، بعد توبته يمكن بشهر وشوي، ثم انقطعت عنه. ثم صار لي محاضرة مرة في الجنوب في أبها قبل بعد الموقف الذي معه ب4 سنوات، وتفاجأت بهالشاب الملتحي الذي يأتيني بعد المحاضرة ويسلم علي. سلم علي وحب راسي وكذا: تذكرني يا شيخ؟ قلت والله أني ما أذكرك والله، لكن ذكرني. قال: تذكر أنت لما ألقيت محاضرة في المكان الفلاني وجاءك واحد فلان؟ قلت: آه أنت فلان، لأني كنت متوقع أن المسألة حماس بس، فإذا الرجل ثابت. قلت له: طيب أنا عندي الآن محاضرة ثانية في مخيم، تجي تحضر معي؟ كانت محاضرة في مسجد بين المغرب والعشاء وبعد العشاء مخيم. قلت: تحضر معي؟ قال: أحضر. فحضر معي وجلست جنبي، ثم تكلمت أنا في المحاضرة، انتهيت قلت: معنا الشيخ فلان. قال: أي شيخ يا شيخ؟ قلت: المهم أنك شيخ، خذ بس بيلقي عليكم كلمة. الرجل ما عنده علم شرعي يعني إلى الآن، مسكين ما بعد يعني أمد، ويمكن أيضا هالمخدرات أثرت شوية عنده في إدراكه. قال: يا جماعة أنا بقول لكم كلمة واحدة: قلبك مثل السفنجة، تحطه في ماء طاهر يجذب لك ماء طاهر، تحطه في ماء نجس يجذب لك ماء نجس. ما أعطانا آيات وأحاديث، لا، مثال. تحطه في مجاري يجذب لك مجاري. أنت قلبك تحطه في مسجد يجذب لك خير، تحطه في مرقص يجذب لك شر. حلوة المحاضرة يا شيخ. قلت: والله يا أخي هذه ما أدري وش أسميها، لكن فعلا مثالا حسن، مثالا صحيح. القلب بحسب ما تجعله فيه يكون تقبل هذا القلب مما أنت واضعه فيه. كذلك أنت لما تتعامل مع قلب مثل هذا التعامل. ذلك يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر العاصي قال: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لما سئل الحسن البصري عن قوله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه،
قيل لك كيف واحد يتخذ إله هواه؟ ممكن واحد يتخذ صنم إله، يتخذ شجرة إله، يتخذ الهوى إله، يعني شهواتي أتخذها إله؟ قال الحسن نعم. قيل له كيف؟ قال هو الذي لا يأمره هواه بشيء إلا فعله، أي شيء يشتهيه يفعله دون أن ينظر حلال ولا حرام. يعني تقول له تشتهي تأكل الأكل الفلاني بحسب شهوة الشخصية، ما يقول لك طيب هو فيه لحم خنزير، هو فيه كذا، هو مطبوخ بخمر، هو تشتهي الروح نشرب الشراب الفلاني، ما يسألك طيب هو حلال ولا حرام، لا، أهم شيء ممتع لي لما أشربه أنا أستمتع، هذا الذي اتخذ إلهه هواه. لذلك لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أيها الأحبة الكرام، أيتها الأخوات الفاضلات، الذي يريد فعلا أن يبدل الله سيئاته حسنات، هو نفسه أيضا لا بد أن يبدلها، لا بد أنك تعمل شيء، لا بد تعمل شيء، تقدم شيء. لما ربيعة بن كعب رضي الله عنه أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوضئه، غلام عمره 13 أو 12 سنة، كان يوضأ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هو يصب عليه الماء يوضئه مرتين ثلاث أربع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطيه مكافأة، فقال له يوما: يا ربيعة سلني، أطلب مني شيء أعطيك إياه، سلني. قال: أسألك، ولد صغير كذا أبو 12، أسألك أطلب، يعني أطلب شيء تعطيني إياه؟ قال: نعم. قال: أنظرني حتى أفكر. بتفكر وأنت أبو 12 سنة؟ بتفكر؟ أفكر. هو كل مرة أنت بتقول لي اسألني، كل مرة ستعرض أمامي هالفرصة، خلني أفكر قبل أطلبك طلب متعوب عليه. أنظرني حتى أفكر. والله بدأ يفكر الولد، والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويغسل وجهه وهو يصب الماء ويفكر وينتظر، ها خلص تفكير. قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. عجب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو 12 ومرافقتك في الجنة، يعني لو أن بهذا، لو أنه يعني واحد من الصغار من عيالنا كان ممكن يقول أسألك رداء إزار، أسألك درهمين، شيء يشخص به، لكن على هالحجم هذا شوف الهمة أصلا التي في قلب، المفهوم يختلف. أسألك مرافقتك في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام ظن أن الولد مستحي، ظن أنه يريد شيء آخر لكن خجلان، فقال: أو غير ذلك، يعني إن شاء الله جنة، بس في شيء ثاني تبغاه؟ قال: هو ذاك. ويصب ساكت، جاوبتنا هو ذاك، ويصب الماء. فقال صلى الله عليه وسلم: من أمرك بهذا؟ إلى الآن ما هو مصدق إن هالكلام طلع من هالصغير، يمكن في واحد أمه أو أبوه كان متوقع أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل هالسؤال فحفظ هالجواب، مثل لما أنت تجي عند أخوك الصغير وتقول له وش اسمك؟ قال: خلودي. لا، لا تقول خلودي، لما أحد يسألك وش اسمك قل له: خالد عبد الله أحمد كذا، ها إيش اسمك؟ تبدأ تدربه، لأنك تتوقع الناس يسألونه فتحفظه. فالنبي صلى الله عليه وسلم توقع أن هذا الصغير إن أحد محفظه هالكلام. قال: من أمرك بهذا؟ قال: لا أحد، ما أحد، أنا من عندي، ما أحد قال لي أقول لك هالكلام، أنا من عندي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال: اللهم اجعله رفيقي في الجنة؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام ما يعطيك الطعام جاهز، يعلمك كيف تطبخ، وأنا دائما بجلس لكم أطبخ لكم. ما يعطيك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء جاهز، يعلمك الطريق، كما أن الله عز وجل يقول: وهديناه النجدين، لكن ما راح يمسكك بالقوة ويدخلك. فقال صلى الله عليه وسلم له: يا ربيعة، والولد الصغير عيونه صغار، ولد صغير رافع عيونه ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له: يا ربيعة، فأعني على نفسك بكثرة السجود. الجنة ما هو بأنا اللي أعطيك إياها، أنت اللي تذهب إليها برجليك، حتى وأنا صغير، حتى وأنت صغير، حتى وأنا صحابي، حتى وأنت صحابي، حتى وأنا ما بلغت الحلم، حتى وأنت لم تبلغ الحلم، حتى وأنا قاعد أوضئك، حتى وأنت توضئني، حتى وأنت دعوت لي، حتى وأنا دعوت لك، أعني على نفسك. المسألة ما هي بطلب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، أسأل حساب وعقاب. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، اعمل يا أخي، ما هو بس اغفر لي وانجالس. يقولون: فكان ربيعة بن كعب هالوليد لا يرى بعدها إلا راكعا أو ساجدا. خذ مثالا آخر، هذا الحديث صحيح مسلم، خذ مثالا آخر، سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام، ابتلي في الإسلام، وكان
من أعظم الصحابة محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحترمه ويحبه، هو خال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يفخر به، كان يقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله، من عنده خال مثل خالي، من عنده خال مثل خالي، فرحان به. سعد بن أبي وقاص لما حبس في الشعب، شعب بني هاشم مع الصحابة في بداية الإسلام، يقول ذهبت مرة لأقضي حاجتي، يقول فلما أخذت أبول سمعت فرقعة تحت بولي في الليل، خلصت بديت أتلمس في الظلام، جوع، يقول فإذا قطعة من جلد بعير يابسة، فأخذتها وشويتها بالنار ودققتها وخلطتها بالماء وشربتها 3 أيام. شوف هل ابتلي في الإسلام، والذي يفخر به النبي عليه الصلاة والسلام. أقبل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفسه هذا خالي وابتلي في الإسلام وله عندي مقام، اللهم اجعل خالي مستجاب الدعوة؟ لا، قال يا سعد، يا سعد المسألة ما هي بعطني وأعطيك ولا تعلي وجيتك، لا، قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الطريق عندك يا سعد، أنت عارف الطريق، ليش تأتي تقول لي دلني؟ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. قالوا فكان سعد بعدها لا يأكل إلا حلالا لو يموت من الجوع. يقولوا كان عندهم في البيت عنز يشربون من لبنها كل يوم، يوم من الأيام العنز هذه دخلت إلى مزرعة لجيرانهم قفزت فيها وأكلت عشب، فلما علم سعد أنها أكلت من مزرعة جيرانهم بغير إذنهم امتنع أن يشرب من لبنها إلى أن مات. يقول أخاف أن يكون اللبن تخلق من ذلك العشب الذي أكلته ذلك اليوم. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. شوف اللي يشتغل فعلا، أنت إذا أردت الله أن يبدلها فبدلها فعلا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. إذا أردت الله أن يبدل، الله تعالى يقول إن رحمة الله قريب ممن؟ من المحسنين. إذا صرت محسنا اعلم أن رحمة الله قريبة. نحن يا أحبابي وأخواتي على إقبال شهر كريم، والله إذا الواحد ما استغل هذا الشهر من الليلة، ما هو شرط تقول خلاص أنا بستمر على كذا وكذا لين يجي رمضان، أنت ضامن أن يأتيك رمضان؟ والله فجعت قبل يومين يوم الأربعاء بالليل، كان في واحد من طلابي تخرج ضابط، و يعني من أحسن ما عرفت من الطلاب، تخرج وتعين في تبوك. تبوك عندنا يقولون اللي يقولون إذا تعينت في تبوك تنسى أمك وبوك، بعيدة عن الرياض ويعني جدا واللي فيها عسكر، فالناس دائما يحاولون ينقلون منها. دبر مسكين 4 سنوات كرف واسطات حتى نقل للرياض، ونقل في مدينة التدريب، يعني مدينة 25% راتب زيادة ومدلع. حصل بينه وبين زوجته مشكلة وهو في تبوك، واتصل بمرارا وجاني في البيت وتأثر بالمشكلة وبكى، وجاءه ولد وفرحان بهالولد. يوم الأربعاء الماضي اتصل علي أحد الأخوة قال يا شيخ أحسن الله عزاك في الملازم فلان. قلت مات؟ قال مات. قلت كيف مات؟ قال مات. قلت مكلمني قبل كم يوم؟ قال طيب وإذا كلمك يعني ما يموت؟ مات. راح مع 3، مع أخوه عبد الله ومع أخيه عبد الله ومع 2 من زملائهم، راحوا واعتمروا وهم راجعين صار لهم حادث فمات هو وزميله، كانوا راكبين قدام، وأخوه عبد الله وصاحبهم الرابع في الإنعاش إلى يومنا هذا، نسأل الله أن يشفيهم. وصلي عليهم أمس صلاة الظهر، سبحان الله، شوف تك انقطعت الحياة في لحظة واحدة. قبل فترة أتاني التعزية في أحد المشايخ طالب علم، الشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم الله يغفر له، له مؤلفات يمكن بعضكم يعرفها. الرجل توه ما أخذ الدكتوراه ومتعين أستاذ في الجامعة، وتو شاري فيلا جديدة، يعني تو الدنيا زاينة له، شفت اللي تو بادي يجمع الدنيا وجاء وسيارة، وتو متزوج أيضا زوجة ثانية، رجل الدنيا قاعدة تقبل عليه سبحان الله، وتزين تزين تزين. ثم ذهب إلى محاضرة في الأحساء وطالع على طريق الأحساء القديم
لحس الرياض وصار له حادث ومات. مات سبحان الله. يعني مسألة الواحد يقول والله إذا جاء بعدين أنا بتوب أنا بصلح أنا عندي كذا وكذا أبصلح بيني وبين الله، لا، احنا ما نبغاك تقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، احنا نبغاك تقول مرحبا برسل ربي، مرحبا برسل ربي. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله تعالى أن يقول لنا قوموا مغفورا لكم، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم وإنصاتكم، وأسأل الله أن لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب، وأن يثبتنا وإياكم على طاعته. وأسأل الله أيضا أن يجزي أخي صاحب الفضيلة الدكتور محمد والشيخ علي والإخوة جميعا، أسأل الله أن لا يحرمهم الأجر والثواب، وصلى الله على نبينا محمد. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي على ما تفضل به. والدكتور محمد العريفي له محاضرات غدا بعد المغرب في منطقة الفردوس في مسجد العدواني قطعة 9، وبعد العشاء غدا طبعا في مخيم دعوي على الطريق الساحلي في منطقة غرناطة اللي هي بعد الصليبيخات. والعصر كذلك الساعة 4:30 محاضرة خاصة للنساء ستكون في جامع في فندق موفنبيك، في فندق موفنبيك في المنطقة التجارية اللي هي بجانب جامعة الكويت. نختم هذا اللقاء بتعليق مع الدكتور محمد العوضي. بسم الله الرحمن الرحيم. في صوت بس عفوا دكتور قبل أن تتكلم، بعد أن يتكلم إن شاء الله الدكتور نريد أناس يبدلون معنا فوريا مع الدكتور محمد العريفي من خلال مصاحف خاصة سيهديها لمن يعني يشير بتبديل بدلة أو موقف حدث معه كعادته دكتور، أو نترك لك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت يا شباب؟ صوت؟ أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزيد على ما قال الدكتور العريفي جزاه الله خير. ولما سمعت الجدول ليوم غد ونشاطات اليوم، نحن دائما نقول إذا أتيتم بداعية من أي جهة دعوية سواء كانت خيرية مستقلة أو حكومية استغلوه وتعبوه وطلعوا ذهنه وتذاكره، فتحملنا يا شيخ، وهذا في ميزانك إن شاء الله ليستفيد الجميع في كل مكان وفي كل زمان. أنا بس أذكر القصة هذه الشيخ جزاه الله خير، يعني ضمن كل المعاني التي نريدها في القصص التي قالها. هذه القصة دائما أقولها لكي أذكر أن الإنسان قادر على أن يتخذ القرار. عندنا بعض الأخوة جالس في الصف الأول من جماعة التدريب والنجاح والتأليف، قضية قرار يتخذ الإنسان بإرادة قوية جازمة يقينية ويتوكل على الله. أخذكم الداعية، احنا اليوم قاعدين في سوق، أم تميم زوجة أخونا الكبير أستاذ اللغة العربية ورئيس قسم اللغة العربية سابقا في كلية التربية الأساسية أبو تميم، تقول وقف وقفت السيارة ولدي سوق عند مجمع المارينا، وقفت السيارة تعطلت، السايد زحمة، أذن المغرب، شوف الناس اللي قلوبهم على الصلاة، يعني أنا اليوم جمعة ومع ذلك صحوت الفجر على الإقامة، ما لحقت صلاة الجمعة، فضل كبير، ما بالكم اللي ضيع ليلة الجمعة بمعاصي ولهو وشغب وضياع أوقات. أقرأ في زاد المعاد ما هي النوافل وبركة هذه الليلة التي يقوم بها المسلم واللي خليناها حنا في حياتنا، ليلة سينمات، ليلة شقق، ليلة فضائيات، ليلة، والناس تتفاوت في قضاء هذه الليلة. وقفت السيارة، يما ترى ربع ساعة وكأن زحمة، يا إشارة خربانة، يا موكب رسمي جاي، يا في دعم مسوي ربكة، يا في شيء، ترى إذا طولنا يا يما راحت صلاة المغرب علينا.
وين يسوي؟ قال نصلي في المجمع، والمجمع تجاري وفي العاصمة، ودائما العواصم فيها الفلتان أكثر من الأطراف في أي بلد. نصلي. نزلت أم تميم وهي من صديقات أم أحمد تسوي خواطر في مجالس النسائية، تقول دخلت شفت الأشكال العجيبة اللي بالأسواق اللي طلعنا العيال من المساكين المغيبين بالوعي، ضحايا ثقافة فلاشات الصور الدعائية وثقافة الحاسوب والتسليع والجسد، أشكال والوان. دخلت المواضي أتوضأ، دخلت بنت شيلة عباية، ظنيتها بالتحجب، شالت الشيلة صفطتها في الشنطة، شالت العباية طبقتها ورا الشيلة في الشنطة، قلت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وتتوضأ، لا، طلعت الميك اب والألوان، وهات يا جمعية الفنون التشكيلية على الوجه بتصميم. فأنا تقول وقعت في هذا الشعور الذي يقع فيه كل إنسان يتحرك قلبه على أي إنسان عاصي. يا ربي أنصحها، إنسان بنات اليوم طويل ومو فاضين شرشحة في سوق عم، ما أنصحها هذه مثل بنتي. والرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدين النصيحة، النصيحة معناتها حب، النصيحة معناتها يعطيك كل خبرتي وحبي. فقلت أغلبت النصيحة، قلت يا بنيتي يا بنيتي إيش حالاتك توا بالحجاب؟ بالمناسبة أنت جاية مع الوالدة؟ قالت لا والله خالتي أنا جاية مع السايق نزلني. قلت يا بنيتي أنا أحس أن لما قطيت العباية ولبس اللبس الفاضح هذا تطلعين متبرجة. يا بنيتي اتق الله، أنت قاعد تقومين معصيتين، معصية الله المباشرة في رمي اللبس الشرعي، والمعصية الثانية اللي قاعد تخدعين أمك وأبوك. ترى أمك وأبوك ما يشوفونك، بس رب العالمين قاعد يشوفك. وينك يا بنيتي؟ ترى قيمة المرأة في أخلاقها، في كرامتها، حتى اللبس هذا يضحكون عليك الأولاد، يطالعونك، يعجبون ببعض أشكالك، لكن يطالعونك بعين الغريزة، يطالعونك بس صغار، يطالعونك مثل الكيك اللي ياكل الإنسان ويرمي القرطاس. بوكانون في كتابه موت الغرب، وهو الرجل المرشح للرئاسة الأمريكية وصاحب برنامج القصف المتبادل، يقول وصارت المرأة في الحضارة الغربية كالمنديل الذي ينتهي منه الإنسان ثم يرميه. ليش بنيتي هالشكل؟ حرام، هذا برج بأمك وبوك. ترى أزين الزين الوضوء، وقعدت أنصحها ولا الدموع تنزل، تقول يا خالتي يا خالتي والله أول مرة واحدة تقول لي أمك وبوك حلال حرام، مستقبلك، أخلاقك، دينك، إيمانك، ما حد ينصحنا يا خالة، والله ما حد. وبدت تبكي، تقول أنا أبكي وياها، وأخذها وألمها وتتوضى وتلبس لبسها الشرعي وتروح تصلي معاي في المصلى، وتطلع ولا مجموعة بنات واقفين برا، اللي لابسه كذا واللي معلقة واللي وشم واللي كذا. نظرت إليهن ب لا أدري ما هي الهواجس التي كانت، لعلها بعتب وزعل، ثم أدارت ظهرها ورجعت إلى بيتها. شفت التبديل السريع؟ عرفت الغلط ومضت يقظة، مثل القصة اللي قالها الشيخ المرعبة لذلك الإنسان اللي انقلب، وقال الحكمة العظيمة الاسفنجة وين ما تحطها تتشرب. احنا اكثر، والجيل اللي يجلس اكثر بنات وشباب، اكثر ما يأثر فيكم يا شباب، والله احنا وعاظ وندرس وكذا، ها يا ولد وينك من معاه. واحيانا مثل ما يقول الدكتور ابراهيم الخليفي، بعض الاشياء فوتها، مو كل شيء، لا تغثه، ونفوت بعض الاشياء لعل نكسب اشياء اخرى ونداري. فماذا يصنع الناس اللي ما حد قاعد يوجههم يا جماعة؟ حرام. يقول عمر بن عبد العزيز فيما يرويه ابن خلكان، يقول والله إني لأشتري ليلة، مع أساس نبدل لازم نغير البيئة، إني لأشتري ليلة من ليالي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أحد فقهاء المدينة السبعة، توفي سنة 102 هجرية، لأشتري ليلة من لياليه بألف من بيت المال. قالوا يا أمير المؤمنين، على تقواك وورعك تضحي ببيت مال المؤمنين وأموال المسلمين؟ قال ويحكم، إني أعود بنصحه ورشده بألوف الألوف، أن في الجلوس إليه تلقيحا للعقل وتنقيحا للأدب وتسريحا للهم وترويحا للقلب. هذا أكبر استشاري. هذا والله العظيم تروح تزور بعض المشايخ والأخوة يهزونك من أعماقك ويجددون محمد ذكر النية، ترى أنتم ناس مشهورين والناس تمدحكم، فتتذكر يعطيك حكمة من حكم بن عطاء الله السكندري، إن الناس يمدحونك بما يرونه ويعلمونه منك، فذم نفسك وحاسبها على ما تعلمه منها ولا يعلمه الناس. احنا نحتاج من كما قال عمر بن عبد العزيز لرجاء بن حيوة، خذ بمجامع ثوبي متى رأيتني ضللت عن الحق، وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت.
محتاج من يذكرنا. كما يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، يقول تجلس أجلس في مجلس أسوي الدرس، أنا مفعم بالدرس لأن جاي ناوي وقاصد ومشاحد الذهن وأرجو أن الناس تسمعني وما تمل وأأثر فيها وأغير وأخذ. فلما ينتهي المجلس حتى أنا اللي نصحت نعود إلى الدنيا، نبرد نتلبس بالحياة والشهوات كما قال يا رسول الله نكون عندك وعلى رؤوسنا الطير. الشاهد يا أخواني فرصة التبديل موجودة وشهر التبديل مقبل، فلنعزم من الآن، فالنوايا خير عمل المسلم. شكر الله لكم وتقدم بشكر جزيل للشيخ ويتحفنا في توزيع المصاحف على عباد الله. تفضل. السلام عليكم. حقيقة أنا أرغب دائما في أن يكون يعني هناك أشياء عملية تتبع المحاضرات، فجرت العادة إذا ألقيت محاضرة مثلا عن بر الوالدين مثلا أطلب من الجمهور الحاضرين، أدري أن الحاضرين يعني مثقفون ومتعلمون، يعني لله الحمد الآن مستوى الناس المتلقين ليس مثل مستواهم قبل 20 سنة. ربما قبل 20 سنة لو تطلب مشاركات من الجمهور ما عندهم شيء، لكن أنا أدري بين يدي ناس متعلمين وبعضهم خريجين جامعات وربما بعضهم حمل شهادات عليا ومع ذلك يحضرون معنا جزاهم الله خير. فأطلب عادة مشاركة إذا تكلمت عن بر الوالدين، أطلب منهم مشاركة حول بر الوالدين، قصة معينة أو نحو ذلك. ما دام الإخوة كلامهم حول بدلها واتخاذ قرار شجاع بتبديل الحياة إلى الأحسن، فأنا أحضرت معي حقيقة 4 مصاحف قد كتبت عليها أهداء وختمت عليه بختمي الشخصي. الختم هذا أنا أختم به على عقود الزواج والطلاق بس، فإما بيتزوج ولا بيطلق اللي بياخده. فهي 4 مصاحف ممكن من كان عنده مشاركة، ممكن الأخ علي أيضا يختار لأني أنا مع جهرة الأنوار يمكن ما أشوف زين، ففي ميكروفون متنقل، فمن كان عنده مشاركة تستحق يعني أن يأخذ لأجلها الجائزة يرفع يده لنختاره أو نختار غيره، بس نبغى شيء يستحق أنه يذكر. ها النساء ممكن ولا بعاد في جماعة الميكروفون موجود هنا، تفضل عط الأخ اللي هناك لشبه مصور فيه الأخ هنا والأخ هني. وين الميكروفون؟ هناك في الزاوية. بس ترى نبغى شيء يستحق أنه يذكر يا جماعة، يعني بعض الشباب ممكن يقول والله أنا حضرت خطبة عن تدخين وقررت وخليت التدخين، نقول جزاك الله خير هذا كلام حلو، بس نبغى شيء فيه يعني موقف فيه حدث معين حتى يكون يعني أيضا إحنا ممكن نستشهد به في محاضراتنا الأخرى. يعني عطى الأخ اشتغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. طبعا أنا جاسم محمد العياش من سوريا. يا مرحبا. عايش بالكويت من سنة 99. ما شاء الله عليك. قبل كم سنة الحكي أنا صراحة يعني صار معي من 2005 ونازل صلاة ما في صلاة ولا صوم ولا شيء، وكل الوالدين طاش يعني كله كذب والحكي هذا صراحة يعني. الحمد لله أن رب العالمين تاب علينا، كنت ماشي مع شلة ولاني يقول الحمد اني خلانا بعد عنهم، شلنا معنى الكلمة اللي تحت معنى الكلمة، بس الحمد لله من 1/6/2006 الحمد لله تعرفت على شيخ من الشيوخ الكويت، شاب سوري متطوع وعرفني على شيوخ، الحمد لله تغيرت حياتي لدرجة ما أشكر الله سبحانه وتعالى عليها. كيف تعرفت عليه؟ أنت سعيت إليه ورحت له ولا التقيت به في مكان؟ كيف تعرفت عليه؟ تعرفت عليه من طريق يعني واحد من الشباب اللي كانوا ملتزمين معه، فقال للشيخ الفلاني يأتي دروس ويروح مخيمات حق الشيوخ، ايش رايك وانت بعد من زمان ماشي بالطريق هذا؟ قلت له خلاص ودني عليه، رحت قعدت معه يوم واحد مخيم بالوفرة وقعدني عنده يوم واحد. يعني بدلت الصحبة لك، ونسأل الله ان يبدلها لك ان شاء الله. فتركته وصار يعطيني شريط طيب، شريط حق شيخ من السعودية خالد جبي، فصرت أسمع الشريط وصرت أسمع شريط أكثر شيء خالد الراشد. بداية الشريط سبحان الله يعني أسأل الله، بداية الشريط غيرت حياتي كلها. الله أكبر. فدشرت سبحان الله الصحبة اللي كنت فيها كلها دشرتها،
صرت ملتزم. الشرط يعني خليتهم تشير نصحتهم اللي دشرتها تركتها تركتهم خالص لان باشر عندنا خربان يعني بدلتها يعني اقول بدلتها ممتاز ممتاز مشيت مع شيوخ يعني الحمد لله من الكويت وكانوا جونا السعوديه ربع كلهم الحمد لله ملتزمين والحمد لله من ذاك اليوم لليوم الله وياهم يثبتنا وياك من 1/6/2006 تغيرت الله يثبتنا وياك تفضل الله يحفظك جزاك الله خير وبيض الله وجهك صلى الله يثبتنا وياها ابو اللي ورا فيهم احد في ناس صار ورا واقفين يرفعون يدينهم الله يحفظك انا ودي اقوم بس عاد مربطين بهالطاوله الله يكرمك الله يشفيك ودنا ايضا مشاركه من الاخوات اذا في مشاركه ناخذ مشاركتين من الشباب ومشاركتين بس ناخذ شيء الاخ الله ينور والله نوجهك ورا عسى الله يثبتنا اللي عند الميكروفون الله يثبت في اخ هنا كره فايده طيب خذ المشاركه هناك وبعدين عند الاخ ان شاء الله ها وبعدها الاخت ها تفضل شيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام لو توقف لو سمحت عشان يشوفونك لا المعذرة خلاص خذ راحتك بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام أما بعد فيا أخواني هذه قصة حقيقية حصلت معي وهذا هو هذا يعني آخر حياتي يعني كانت آخر حياة الحياة المأساوية وأنا والله الحمد مع أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرون ولكن إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى وأنا نيتي لكي أعظ نفسي المقصرة بتقوى الله وأعظ غيري من الشباب اللي أراهم يعيشون كما كنت عائشة أنا قبل فالموضوع باختصار أن أنا كنت طالع مع أحد أصدقائي الذي عندما انولدت ولا آخر لحظة وأنا معه من 17 سنة فكنت طالع طبعا أنا كنت يعني فكنت طالع مع هذا الشاب اللي هو كان صديقي يعني كان من أعز أصدقائي وكنا في أحد المكاتب وكنت يعني أنا كنت من رواد يعني النظر إلى النساء وهكذا يعني فيعني كنت يعني ما في نضرب نظرة على طول يعني ما في ما نطوف شيء على قولتنا احنا اول فسبحان الله فشفت يعني كانت فتاة امامي او على يساري فسبحان الله احسست بداخلي شيء الشيء اللي داخلي قاعد يقول لي ان يعني لا ليش طالع يعني خلاص يعني سبحان الله الشيء اللي داخل قاعد يعظم عظمة الله سبحانه وتعالى في قلبي فقاعد يقول يعني ليش يعني قاعد طالحة فالمهم قاعد يقول أنا ما أقدر أطالحة لأن عاتي متعود 17 سنة وأنا أخذ بهالأمور هذه والله الحمد لله نسأل الله العافية والسلامة فقاعد يقول الشيء اللي داخل قاعد يقول شلون ما أطالحة ما أقدر فردت علي نفسي وقالت لا سبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإن شاء الله أنها بس تروح خلاص الحمد لله راحت انتهى الموضوع فوالله الحمد لله فعلت هذه الطريقة التي نفسي أرشدتني عليها فقلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلى مرور بضع دقائق 10 دقائق ولا الفتاة خرجت فسبحان الله أسأل الله أن يهدينا ويهديها إن شاء الله ويهديكم فسبحان الله خرجت من المحل وقلت حق صديقي وصديق عمري سابقا فقلت له الموضوع ما حدث فقال لي لا يا شيخ عادي بعادي احنا شباب ونستانس يعني او كما قال فسبحان الله يعني وانا مشيت معه وخلاص قلت ها عادي خلاص عادي خل نشوف يعني فسبحان الله ومرت كم يوم وانا قاعد تراودني مشاعر واحساسات غريبة وعجيبة يعني ليش ما ليش ها ليش متى الى متى فسبحان الله خرجت مرة اخرى بمفردي الى السوق وذهبت الى احد مكاتب الاسلامية ولله الحمد لله رحت دخلت داخل سالته يعني الكروت الدعوية الصغيرة عن المواعظ ما مواعظ فسبحان الله من هذا اليوم وكانت هذه في العشر الأواخر من رمضان اللي طاف فسبحان الله من هذا اليوم وأنا ولله الحمد لله أسأل الله أن يثبتنا وياكم وأنا لازلت يعني على الثبات وأسأل الله أن تكون هذه الكلمة موعظة لي ولكم وجزاكم الله خير هذا والله تعالى على ما صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير وبارك الله فيك. نشكرك شيخنا، وأنا أفضل أن يوصلون للمصحف بعد إذنك شيخ، حتى من باب حنا مبدأ الأخت في أخت هناك. أيوة، أعطوا الأخت ثم الأخ اللي هنا. شباب اللجنة المنظمة، لو واحد يوصل المصحف لو سمحتوا، وياليت الأخ المصور ما تصور الأخوان اللي يتكلمون، ها، أساس من باب حنا نعينهم على التبديل. السلام عليكم. تفضلي. أول شيء حبيت أوجه شكري الجزيل الشكر حق الدكتور محمد العوضي، لأني على إيده أنا تبدلت يومها، كنت صغيرة فسلمت عليه، ما أدري إذا هو يذكر ولا لا، فقال لي كم عمرك؟ قلت له عمري 11 سنة. قال لي عمرك 11 سنة ليه ما تتحجبين؟ قلت له إن شاء الله أتحجب. وأنا الأسبوع اللي وراء على طول تحجبت. من بعد الأسبوع اللي وراء بديت أفكر بالعباء ولبست العباء وعادي استمريت. بعدها رجعت قلت لا، الإسلام ما يرضى بعباتي هذه، وعلى طول ولبست عبات الرأس والتزمت بصلاتي وتركت الأغاني ولله الحمد. ما شاء الله، جزاكم الله خير، بارك الله. الله يجزاك خير، بارك الله خير. يا شباب حلوين، توصل المصحف. طبعا دكتور محمد العوضي شيخ يقول مصحفين مو مصحف. طيب حنا في واحد من الأخوة هنا دور، ولا في واحدة الوحدة ناخذ الأخت. تفضل يا استاذة وبعدين نرجع للأخ، اسمح لي. ها، السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم على الشيخ محمد العريفي والشيخ محمد العوضي. السلام ورحمة الله. أنا بدلت بس مو بنفسي، بدلت بخواتي. عرفت شلون؟ يعني أنا أكبر وحدة من خواتي، خلاص أكبر وحدة من خواتي. المهم إنه يعني كانت تصرفات خواتي صراحة كانت جدا جدا يعني كانت ما تعجبني، يعني بحكم عمرهم، عمر كلية، عمر ثانوية كذي. المهم يعني أنا لاحظت عليهم تصرفات وحركات، يعني حركات البنات المعاكسات الحركات هذه. المهم أنا صرت وراهم يعني لدرجة إني يعني أقسم لك بالله يا شيخ، لدرجة إني يعني أي حد يخطبهم ولا شيء بديتهم على نفسي. بس أقول يعني أهم شيء إني يعني أهم شيء شنو؟ أهم شيء مستقبل خواتي بعدين أنا. يعني الحين الحمد لله الحمد لله، يعني والله أحيانا يحصل بيني بينهم مقاطعات شيء، بس أقول خالف أهم شيء بس إني أوصل للي أبي. يعني أشياء وايد والله تنازلت عنها، بس أنا أقول خالف أهم شيء بس خواتي. المهم الحين الحمد لله يعني ثنتين من خواتي الحمد لله تزوجوا أصغر مني يعني ولله الحمد، والحين بقى ثنتين يعني واحدة بالثانوية واحدة بالكلية، وأنا أكبر منهم إلى الآن والله العظيم. أنا يعني مرة يعني كل تفكيري فيهم، يعني كل يعني أي شيء أي أبونا أي شيء ولله الحمد لله الحمد. الحين أي شيء يحصل لهم أي شيء على طول يتجون لي، يعني أي شيء يصير كذا يجوني، يعني وأنا إلى الآن مصرة يعني مصرة إني يعني بإذن الله يعني الله يكتب لهم نصيب بعدين أنا أفكر بنفسي، بس عشان أطمن على خواتي لأن إحنا خمسة وما عندنا أخو، فأنا أحس إني مسؤول عن خواتي. الله يحفظك. هذا اللي حبيت أقوله. الله يجزاك الله خير. الله يجزاك. تعالوا يا شباب، شيخ بدلها. جزاك الله خير. إحنا في واحد من الشباب. إذن حقيقة أنا تذكرت شيء أنا أيضا، أنه ليس المقصود إنك أنت تبدل بس ما عندك، أيضا مشاركتك في تبديل ما عند الآخرين. مثل ما يفعل الآن الأخوة في المحاضرات ونحو ذلك، هم يشاركون الآخرين على تبديل ما عندهم، هذا أيضا أمر حسن. عاد ما في مصحف. مع الأخ. السلام عليكم. أول شيء أمسع الشيخ محمد العريفي بالخير، وأقول أخوك طارق عبد الكريم العريفي. نعم. دائما يسألونك عني أصدقاء. نعم. ومسي بالخير على الشيخ محمد العوضي. نعم. وأقول لكم يا شباب يعني أنا واحد من الناس الحمد لله، يعني ما كنت الحمد لله يعني فيني التزام الحمد لله، اني عشت في بيئه ملتزمه الحمد لله والله الحمد، لكن كانت مشكلتي كنت انجرفت ويا اصدقاء وللاسف اني دخنت وكانت صلاتي مقله يعني للامانه اتكلم بصراحه، الا ان كانت عندي اخت رحمه الله عليها يعني توفت حادث سياره رحمه الله عليها، كانت اختي دائما تنصحني صلاتك التزم فيها التزم، تقول انت اشوفك مو ملتزم صلاتك مو ملتزم رحمه الله عليها. فان كنت معاها في المطار اوصل زوجها مهندس وكان بعثينا دورة برا، فكانت قبل خمس دقائق معي في المطار، فقالت لي أنا راجعت لكم البيت بعد خمس دقائق، أنا راجعت لكم البيت. فقلت لها خلاص إن شاء الله نلتقي في بيتنا إن شاء الله. فنزلت كنت قاعد أدور سيارة أشتري سيارة عشان أتوصل صورة، فنزلت أشوف السيارة، فأذن المغرب رايح المسجد أصلي أنا ووالدي، كان معي والدي عسى الله يطول بعمره ويخلي لكم والديكم إن شاء الله، فكان معي والدي. بعد ما انا الوالد دخل صلى، فانا رحت اتوضا الصلاه وكبر الامام، فانا اتوضا ولاول مره انزل معي موبايل في جيبي، فتصل علي التليفون اطالع رقم اختي ارد ولا ادخل اصلي، اذن كبر الامام
أرد ولا أرسل؟ قلت لا زوجها مسافر أكيد تبي شيء ضروري. فرديت رد علي واحد قال لي أختك فلانة. قلت له نعم أختي فلانة. كان يقول لي أختك هذه مغطينا بعبايتها في الشارع. فوالله تذكرت دائما الوالد يقول لي فصابت بلية فيقول إن الله إنه يرجعون. فالحمد لله قلت إن الله إنه يرجعون. دخلت صليت وأنا منهار يعني. فالحمد لله قدرت إن أصلي. ما حبيت أبلغ الوالد يعني في هذا. فطلعت بسرعة وخذني واحد لما شفت جيت ولا لاقي أختي من قلبها في السيارة رحمة الله عليها ومغطينا في عبايتها رحمة الله عليها. شوف يعني قبلها بيومين كانت تنصحني التزم في صلاتك التزم في صلاتك. فشوف إن الإنسان بهالدنيا يمكن بعد ثانية ما يدري شو يصير له يمكن بعد دقيقة يمكن الحين نطلع ما يدري شو واحد شو يصير له شنو. لكن نقول الحمد لله والله كثر من فضل الشيخ محمد العريفي والله يكثر من الشيخ محمد العوضي والحمد لله والدنيا بخير كثر ما يزيد الشر الخير أكثر الحمد لله والجهة الطيبة هذا الحمد لله يا رب العالمين. وأنا هديتي مو المصحف هديتي شوفة الطيبين الموجودين كلهم. نهديك هدية من مشروع ركاز هو عندنا نهدي كل من بدل عبارة عن عطر اسميناه عطر بدلها. فياليت الأخوة الشباب يهدون الأخ الكريم العريفي الكويتي طبعا أنا ترى بدلتها بعد. نعم وانت بدلت. أنا بدلتها. نعطيك الآن أجمل هدية إن شاء الله. أيضا أنا أشكر الأخ الكريم اللي أشار برسالة نصية أن ركاز سبب لتغيير حياته نشكره كذلك. ودنا يشارك لكن يبدو في حرج معين. نشكركم والوقت يعني ما يسمح في المزيد لكن نشكر كل ما شاركنا. نشكر الدكتور محمد العريفي على مشاركته معنا ونشكركم أنتم سبب النجاح. لكن اسمحوا أن نكرم الدكتور محمد العريفي في ختام هذا اللقاء.